خذني بهذا العالم اللي راح نشوفه. لا لا، تعتبرها دمعة شرف، دمعة حب لبغداد. تزعجك هذه الأغنية؟ لا تعليق. ليش تحب بغداد؟ راح أدخلك بجو مآسي شوية، لأن هذه حقيقة حياتك ومسيرتك، مو الناس تقول إنه هو عايش حياته فرحان. لا حيد، درست كنا أنا وصديقي محمد نمشي وذكرنا شلون كنا نطلع بالبايسكلات نروح نجي من المدرسة. ليش بكيت؟ تشوف اكو اختلاف في بغداد؟ طبعا طبعا طبعا. ما تكلم لك حتى ليه اخذ علي، لان مره اني بنفس الموقف مريت هذا، يعني واحد ما من السياسيين قال عمار يعني شنو قصده انه قبل 2003؟ انا ما اقصد 2003 يا اخي، يعني يدخلونه بإرادة ومصرف. انا اقصد شوف بغداد، قصد هيكليتها. لا لا، بغداد الخمسينات الستينات السبعينات، شوف شلون كانت جنة، كانت بغداد كانت اكو هناك قيم، اكو هناك اصول. البنيه تمشي لابسه ملابسه ما حد يندق بيها، ما حد يبقى. دخلت تطلع هسه بنيه سافره بشوارع بغداد، شوف شو يسوون بيها. هاي وحده جزء هذا بغداد، من كانت انه الجسور عبور المشات الكهربائيه كلها كهرباء كانت. هاي حد ساحه شارع فلسطين، لا لا لا، باب المعظم، باب المعظم كلها جسور كهربائيه دائريه. وينها هذه؟ وين الزباله اللي بالشوارع؟ بغداد اللي دمرها ترى اهل بغداد. لا اقول انا هذا بيألمني، هذا بيألمني انه احنا اهل بغداد دمرنا بغداد، ندمرها يوميا بالتجاوزات، بالتجاوزات على القانون، بالعشوائيات، بالتجاوز على الارصفه، برمي النفايات، بالاخلاق، بالتعامل مع الناس، دمرنا بغداد يا اخي. انا الجماعه السياسيين ما له علاقه. لا شوف، اليوم هي الاخلاقيات تحكم. انا كنت رجل مرور عراقي، والسياسي عراقي، والمنتسب عراقي، والعامل عراقي، وعامل النظافه عراقي، الكل عراقي. طيب، فإذا أكو سبب إحنا دمرناها، إحنا ليش بنحكي واقع الحال؟ يعني ليش البعض يخجون يذبوها براس سياسي إذا عندهم تقصير؟ المواطن أيضا عنده تقصير.